ممكن تحسه لما تعمل خير. الخير بينور حياتنا بالبركة والسعادة والرضا. الخير بيخلينا نقرب من ربنا سبحانه وتعالى، لأننا بيساعدنا إن احنا نساعد المحتاجين ونمد الإيد للي مش قادرين. علشان كده عاوزكم تساعدونا وتدلونا على مبادرات الخير الموجودة في الأماكن اللي حواليكم أو اللي بتعيشوا فيها. عاوزكم تشاورونا على أصحاب هذه المبادرات الإنسانية والاجتماعية علشان نقول لهم شكرا، وعشان خاطر نلخدوا على هذه الخدمات اللي بيقدموها. اكتبوا لنا على صفحة البرنامج عن أي مبادرة لفتت انتباهكم وشايفين إنها مفيدة وبتحقق التكافل الاجتماعي والإنساني اللي بنحلم بيه. أهلا بحضراتكم مرة تانية في واحد من الناس، بحملتنا اللي بدأناها من أجل دعم مستشفى أيادي المستقبل 40-40، المستشفى اللي بتعالج جميع مرضى السرطان في الوجه البحري عدد 6 أو 7 محافظات بالمجان. المستشفى محتاجة أنها يتم تجهيزها بمعدات حديثة، في 3 أجهزة محتاجة تتغير. هم الحقيقة ما عندهمش القدرة أن هم يعلنوا عن نفسهم ويقولوا إحنا بنعمل إيه، عشان كده إحنا جينا لهم وقررنا أن إحنا يعني نقود هذه الحملة الإعلامية عشان ندعمهم. والنهاردة في المستشفى معايا الأستاذ الدكتور وليد حمدي، استشاري علاج الأورام والعلاج التلطيفي ورئيس قسم الداخلي والطوارئ. أهلا بيك يا دكتور. أولا يعني كلمني عن القسم اللي احنا فيه ده وقسم العلاج التلطيفي. قسم العلاج التلطيفي احنا بدأناه بمجرد ما فتحنا المستشفى القسم الداخلي في 2014، بيتعامل مع حالات الأورام، بيعالج الحالات المتأخرة من مرضى الأورام اللي هو بيتوقف عنه العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي أو مروج جراحي. فاحنا بناخد المريض من اول التشخيص، ده الكلام الجديد دلوقتي، لحد نهايه زي ما بنقول لحد نهايه القصه، اما بالشفاء او ان ربنا يعني يكتب له الخير عموما. يعني دكتور يمكن عايز اعرف منك تكلفه العلاج الكيميائي قد ايه؟ التكلفه بتاعته عاليه جدا، خصوصا ان احنا المريض بتاعنا احنا انتوا كل الحالات اللي بتعالجوها بالمجان، كله المريض بتاعنا ما ياخدش اي حاجه بالاجر، كل حاجه بالمجان سواء الكيميائي وحتى العلاج التلطيفي كمان. كام تقريبا؟ بتعدي 5000 جنيه ده المريض اللي ما بياخدش حاجه. 5000 جنيه اللي ما بياخدش حاجه. في مرضى الادويه بتاعتهم بتعدي ال 10 او 15000 جنيه في اليوم فعلا. يعني المستشفى بتتحملها بالكامله. كامله. بتجيب الفلوس دي منين؟ من اهل الخير بالتبرعات. يعني اذا الموضوع كله مبني على التبرعات. صحيح. طب ايه بقى المعوقات اللي بتقابلكم عشان تعالجوا الناس، بما اننا بنتكلم على ان التبرع هو اللي بيؤدي الى العلاج؟ يعني احنا عندنا مشكله فعلا في الاعلان عن الشغل بتاعنا، فهو ده اللي احنا محتاجينه. لكن انا دايما اقول اكتر حاجه ممكن تساعدنا ان احنا التبرعات بتاعتنا تزيد، الناس تيجي تشوف بنفسها. يعني انا بدعو كل الناس تيجي تشوف الغرف دي كلها اللي انا واقف قدامها دي كلها عباره عن مرضى مجاني علاج تلطيفي. بالظبط كده. احنا يعني دول كلهم مرضى المفترض ان هم يعني او في حالات على العلاج الكيميائي، واحنا بنعالج الاثار الجانبيه من العلاج الكيميائي. احنا هنا 42 سرير شامله حتى 5 سراير للعنايه المركزه و18 سرير للحالات العلاج التلطيفي المتاخره. هل في مده زمنيه بعدها تقول اتفضل مع السلامه روح؟ لا بصراحه لا. عاوز تقول للناس ايه النهارده عشان خاطر يساهموا معاكم ويعرفوا ان هو اللي هيدفعوه او اللي هيتبرعوا بيه هيصب في مصلحه المريض على طول؟ مريض الاورام احتياجات كتير. مريض الاورام مش بس عايز ياخد كيماوي واشعاعي بس، مريض الاورام عنده احتياجات كتير جدا جدا جدا. والمريض ده ما يصبرش على الالم، الم الكانسر، الم السرطان لا يحتمل. فالناس دي بجد محتاجه دعم كل حد، يعني حتى لو باقل حاجه، حتى لو بالدعم النفسي ان هو يجي بس. يعني احنا بيجي لنا ساعات في الاعياد وفي الحاجات دي بيجي بعض الاطفال وبعض الشباب من المدارس يقدموا ورده، يقدموا هديه بسيطه، دي بتفرق جدا مع العيان بتاعه حقيقي. عموما انا بضم صوتي يعني صوت الدكتور وليد. يعني يمكن ما شفناش كتير في المستشفيات حاجه اسمها علاج تلطيفي بصراحه. يعني شفنا بره مصر لما بيكون المريض يعني لا يرجى شفاءه بيقول لك هنشيل الاجهزه من عليه عشان يموت، ده بره. في مصر في هذه المستشفى انت معاه لاخر لحظه، يعني انت عارف ان هو ببساطه كده خلاص هيموت، لكن انت متمسك بوجوده معاك وبتنفق على علاجه وبتصرف على دوائه وبتديله الامل في الوجود وبتخفف الالم عن اسره. لو كان المريض قاعد معاهم في البيت كانوا هيبقى صعب يتعاملوا معاه. ده بيتقدم هنا بالمجان زي ما بيقدموا العلاج الاشعاعي بالمجان، زي ما بيقدموا العلاج الكيميائي بالمجان. يبقى ان هم عندهم اجهزه محتاجه تتغير، 3 أجهزة. يا ترى هنسيبهم كده الناس دي كلها بتتاجر مع ربنا واحنا هنتفرج عليهم، ولا هنخش معاهم في هذا السباق؟ دي بقى التجاره الرابحه ان شاء الله. اتمنى ان احنا كلنا ان شاء الله نساهم مع واحد من الناس في حملته الدعم مستشفى ايادي الخير 40-40، وربنا يتقبل مننا جميعا صالح العمل.
واحد من الناس النهارده انسان من المطربين اللي بيحبوا يعملوا خير. صوته وحنجرته الذهبيه الحقيقه بتجده باجمل الاغاني، وكمان هو قدر انه يكتسب حب كبير جدا هنا من الشعب المصري باغانيه الجميله البسيطه اللي يعني تتماشى مع ذوقنا كمصريين. لما سالته عايزين نعمل حلقه من واحد من الناس تحب نعملها فين؟ فقال لي عايز اعملها في دار ايتام. وليه دار ايتام؟ لان هو الحقيقه شايف ان دار الايتام بالنسبه له هي المكان الجميل اللي هو اهتم بيه في بلده الحبيب لبنان، واللي عايز يزوره لما يجي مصر. عشان كده قررنا نعمل حلقتنا النهارده مع النجم الكبير رامي عياش، واحد من الناس في داخل احدى دور الايتام، وانا في انتظاره يجي عشان نبدا حلقتنا مع بعض ان شاء الله. شكرا شيخ الشباب حبيب قلبي. الحمد لله على السلامه، نورت مصر بوجودك يا شيخ الشباب. شكرا يزيد فضلك. شكرا جايين بنفسهم يستقبلوك. شكرا كتير نورتنا وشرفتنا بوجودك يا حبيبه قلبي. انت اسمك ايه؟ ساره. ما شاء الله عليك. وانت؟ ما شاء الله. وانت؟ ما شاء الله زي الأمار الله يخليهم. كيفك يا حبيبي؟ الحمد لله على السلامه، نورت وشرفت مصر. انت دايما بوجودك ركب مايك حلو. انت دايما بوجودك كل شيء حلو الله يخليك. لا انت لاهل الخير، وانا سعيد بيك لانك انت كل ما بتيجي مصر بتيجي تعمل خير، فيعني ربنا يجعلك دايما من اهل الخير. نتعلم منك. لا والله حبيب قلبي. مش عايز اسالك سؤال بقى قبل ما نبدا النهارده جولتنا في دار الايتام، ازاي بتقدر تجمع بين الفن وبين العمل الخيري؟ احنا مؤسسة عياش طفولة بنعلم الاطفال بالمدارس اللبنانية كلها من شمالها لجنوبها، يعني تخصصنا بالتعليم. عندك كم طفل؟ صاروا 2000 تقريبا، بنعلم 2000 طفل بلبنان ان شاء الله، من شماله لجنوبه من دون اي تفرقة دينية ولا حزبية ولا ما هذا ما بنتعاطف فيه نحن. انت بنفسك المسؤول؟ انا ومرتي. بتروح كل يوم؟ بمكتبي كل يوم، بس مرتي على الارض اكتر مني كنائبة رئيس. شعورك ايه بقى وانت بتشعر انك انت مسؤول عن 2000 تعليم وتربية 2000 طفل؟ شعور كبير، شعور ربنا كرم علي بالفن استاذ عمرو، بس الشعور اللي عياش الطفولة عطتني اياه بصراحة ما عطاني اياه للفن ولا الشهرة ولا المال ولا شيء، شعور اكبر من هيك بكتير، وانا مكرس كل حياتي لإله هلا. شعورك باليوتم حسيته قوي مع وفاة الوالد ولا الوالدة؟ هي توفت قبل والدي فابتدى من وقتها يعني. حسيت بيه؟ طبعا أكيد. انا عارف انك انت كنت ابن بار يا رامي، بحكم ان احنا اصحاب يعني، وعارف قد ايه رحمة الله على والدك هو توفى من اشهر قليلة ربنا يرحمه والعزاء ليك أمواتكم كلها يعني. لكن انا عارف انت ما سبتوش لحظة طول فترة مرضه، يعني احكي لي فترة الاخيرة في حياة الوالد وحياتك معاه، وسبت شغلك عشان خاطر تقعد جنبه، حسيت بايه؟ اتمنى لكل ابن بالحياة انه يعيش الشعور اللي انا عشته مع والدي 12 سنة وانا تحت اجري عم بعامله، انا الممرض تبعه، ومن وقت اللي تجوزت مرتي دليدة وهي معايا في كل ده، فليها فضل كتير كبير بصراحة. اتمنى لكل ولد انه يعيش هيدا الاحساس اللي انا عشته، الفخر الكبير لاخر دقة من قلب ابويا وانا كنت جنبه، وانا فخور في ده بصراحة. وصاك بي قبل ما وصاني بعائلتي، وصاني بإخواتي، وصاني بفني، بصوتي، وصاني باسمي، بسمعتي، بالخير اللي انا بعمله، والحمد لله ماشيين على الوصية الحمد لله. طب انت ليه قلت بقى ان احنا نعمل واحد من الناس في دار ايتام؟ انا دايما بتعلم منك هول الخطوات واتمنى والله يا انا اللي بتعلم منك والله يا استاذ عمرو. الناس بتعرفش رامي عياش ده يا جماعة يعني انسان الخير بيسير على الارض والله العظيم. الله انسان خير والله، نتعلم منك فعلا. انت كمان شيخ الشباب، وانا وياك اذا بنحط ايدنا بايد بعض نوصل لمراحل كتير حلوه بمصر، خصوصا الحبيب الغالي علي باذن الله. انت عارف دي دار المرحوم عماد راغب. نعم. ده شاب توفى وكان منزل، والدته قررت انها تغير المنزل من بيتها الى دار ايتام على روح ابنها. اتفضل بينا نبدا جوله. انا بشكر اختيارك وان شاء الله اكون عند حسن ظنك. ان شاء الله. اتفضل. الاولاد على فكره فرحانين جدا ان مش قد والله مش قد والله منتظرين زيارتك ليهم. الله يخلي لي اياك. مرحبا ستنا، كيفك؟ اهلا وسهلا فيك، طمنيني عنك.
ان شاء الله نكون اليوم هيك وجهنا خير عليكم وما نكون ضيوف تقال، ان شاء الله نكون ضيوف خفاف. الله يخليك بوجودك. شكرا. احكي له على التجربه بتاعتك وازاي حضرتك خدتي من المحنه بتاعت وفاه ابنك الوحيد، صورته في كل مكان، الله يرحمه، منحه وحولته لمنزل كامل، الله يرحمه، ومهتميه جدا بالتعليم، لان الاستاذ رامي انت عارفه عامل اكبر دار تعليم. نحن الشعار بتاعنا خلي سلاحهم العلم. صح مش السلاح الثاني ولا سلاح الطائفي ولا سلاح الحزبي. انا بصراحه حاطط ايدي بايدك وبشجعك، الله يطول بعمرك ويخلي لك محبينك وتضلك فوق راس هيدا الدار كله، هول اولادك. طبعا وهم اولادنا من اليوم ان شاء الله، ونحن ايدنا بايدك ان شاء الله، بوجود استاذ عمرو الحبيب يلي اختار هيدا الدار وخبرني هالقصه الرائعه اللي اثرت فيي كثير. الله يقويكي. الله يخليك. نبدا الجوله. اولا عايز اهنيك على حاجات انسانيه جميله. شوف يا رامي، انت فيك حاجه جميله جدا، عمري ما شعرت معاك انك انت عندك تكبر. الناس اللي شغالين معاك بتحملهم بمنتهى الانسانيه واللطف. الله يخلي لي. بحس انك انت فيك تواضع جامد، اخلاق جامد. حبيبي عايز اعرف اكتسبت هذه الاخلاقيات منين؟ الدنيا ما فيها شيء خي عمرو، ما فيها شيء ابدا، ما فيها غير الكلمه الحلوه والموقف الحلو والصداقه، كله الباقي زايد. يعني ما يعني في ناس بتخسر اصحابها وبتخسر جمهورها وبتخسر احبابها كرمال سبب شهره معين ولا مال معين، ولا انا هذا الحمد لله تخطيناه كله، فبيبقى عنا الصديق والسمعه والكلمه الحلوه هي محور حياتنا بصراحه. انا بقى هديك بقى الفرصه ان اكون معاك. اتفضل المايك عشان تلتقي بقى مع الاطفال. هنخش فين؟ نخش هنا الاول. السلام عليكم. ازيك؟ كويس؟ اسمك ايه؟ ايمن. اسمك؟ ايمن. ايمن وانت؟ عاطف. عاطف؟ هي عاطف، شوفوا عاطف، شوفوا يا جماعة، شوفوا الجبل، شوفوا، بص الكاميرا عاطف، قولهم باي. هنروح فين؟ هنا اهو، نيجي هنا؟ يلا. هلو everybody، هلو ليديز. هاي ماي نيم از رامي. في يقعد هون؟ في يقعد هنا؟ لا. انت اسمك ايه؟ ياسمين. وانت؟ مريم. اضحكي يا مريم، احنا جايبين لكم العاب. هلو اسمك ايه؟ زهراء. زهراء؟ زهراء. زهراء اسم جميل. احنا اليوم هنغني، وانا صوتي حلو، صوتي حلو جامد، جميل جدا. نغني مع بعض، انتوا بتختاروا الاغنيه وانا هغنيها. اوكي؟ اضحكي بقى، اضحكي بقى.
كريم. حلوين حلوين تارارام مع بعض حلوين تارارام قمرين عاشقين تارارام لايقين رايقين تارارام وبشوق وحنين طيبين. قلت وبفول قلت وبفول وبشوق وبشوق وحنين طايرين حبيبي يا سلام يا سلام سلام زي ما انا حلمت بالتمام كنت غايب فين 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 يوم سوا يبقى احلى يوم العاشقينكم واحناكم انت جيت لي السلام عليكم عامل ايه حبيبي كويس الحمد لله الدنيا نورت بوجودك يا حبيب قلبي بوجودك شو اخباركم في غرفتكم جميله اسمك ايه انا ماهر ماهر ادهم ادهم يوسف في ادهم اتنين انا شفت ادهم قبلك دلوقتي نورت قبل حضرتك جيت بوجودك يا حبيب قلبي انت شو اخبارك منيح انكل رامي كمان جاي يزوركم النهارده وقال لي انا عايز اجي اطمن عليهم كل واحد بيقول لي بقى اولا هو في سنه كام وهوايته ايه اولى اعدادي وعندي 12 سنه وهوايتي اطلع ممثل زي مين يعني انا اول ما سمعت الاغنيه بتاعتك لقيت نفسي ان انا احب التمثيل وكده والله اي واحده اي اغنيه حلوين 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 طيب ايه رايك في اول اغنيه هنعملها في مصر هتكون معايا انت في الفيديو يا ريت ايه رايك ده وعد من خلال استاذ عمرو برافو اوكي شو بتشجعوه هتشجعوه طب وانتوا نفسكم في ايه كمان انا نفسي اطلع مهندس برمجه انا اولى اعدادي في مدرسه ام المؤمنين وعندي 11 سنه هتم 12 برافو برافو الله يوفقك وانت نفسي اطلع مهندس وانا اولى اعدادي في ام المؤمنين
برافو يا حبيبي، برافو. وعندي 11 سنه. مين حافظ اغاني الانكل رامي؟ حافظ ايه؟ النور حلوين. طب تعالوا نغني يا ماما. تا حلوين حلوين ترارم معاك حلوين ترارم قمرين عاشقين ترارم لايقين لايقين ترارم وبشوق وحنين طايرين دايبين. زقفة زقفة جميعا، برافو. حلوين حلوين مع بعض حلوين قمرين عاشقين لايقين رايقين وبشوق وحنين. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك؟ شو اسمك؟ انا اسمي خالد. خالد حبيبي، حضرتك وائل. وائل مصطفى. مصطفى ازيكم؟ كويسين؟ تمام. تعرفوا الاستاذ عمرو؟ اهلا اهلا. استاذ عمرو الليسي، استاذ رامي عياش، ده اشهر حد في مصر، ده اشهر مطرب في العالم العربي. حبيبي بتحبوا انكل رامي؟ اه. ايه بقى بتشوف له ايه؟ تسمع له ايه؟ كل واحد يقول لي. سمعت له اكتر اغنيه حبيتها اغنيه حلوين حلوين. يا عيني ايه ده، مكسره الدنيا. حلوين؟ لا حلوه حلوين. بحبوها. انت جميل قوي بصراحه. حبيب قلبي انت خلود، حبيب قلبي انت. وانت بتحب ايه انكل رامي؟ حلوين. ايه الجمال ده؟ طيب هنشوفكوا تحت ان شاء الله. ان شاء الله. وهنغني مع بعض. اوكي مع بعض. حبيبي يا خلود، يلا بشوفكم على خير، يلا باي باي. عشان تعمل دار وكده يعني صعوبة التعامل مع الأطفال، تعليمهم موضوع صعب، تتكفل انت بكل المصاريف، كل حاجة، في كل حاجة. وما عنديش لا أقبل التبرعات. yeah. كل الغطاء المادي بيكون من حفلاتي أنا، من 13 سنة تقريبا ما عنديش باب تبرعات وما بنقبل تبرعات. بس انت عمرك ما أعلنت قبل كل الحكاية دي. الشغل نحن بنحبها، بس هي مؤسسة رسمية صارت. لا جميل. يعني أنا عايز أقول إن في مطربين كتير ما شاء الله برضو موجودين، والمفترض إن شق الإنساني أو الخيري في حياة الإنسان لا يتجزأ عن حياته، لأن في الآخر ما حدش هياخد معاه حاجة يوم ما هيموت غير السيرة الطيبة والعمل الصالح زي ما بيقولوا، وطبعا حب الناس ليه واحترامهم ليه. فإنك أنت، يمكن أنا بعرف المعلومة دي، إنك أنت على مدار السنين اللي فاتت كل إيراداتك جزء كبير جدا بيروح منها لصالح عمل الخير. هي مش دعوة انك انت كنت تقولها، فزمايلك المطربين الكبار اللي زيك يقتدوا بيك ويطلعوا جزء من ايراداتهم لصالح عمل الخير، ولا تمشوا ازاي؟ ده عايز شغل كبير استاذ عمرو، يعني الموضوع مش بالسهل ولا بالاستسهال يلي بينحكى فيه انه تعال نعمل خير. كلنا بنعمل خير، وكلنا بنقول جيب اليمين مش لازم، الكف اليمين مش لازم يعرف كف الشمال هو بيدي. بس لما بتصير انت مؤسسة خيرية عندك آلاف الناس وعندك فريق عمل من اكثر من 120 شخص، لا هذا يعلن عنه علشان كل الناس بلبنان يعرفوا انه في جمعية بتعلم اولادهم مجانا. طب اذا ما بيعرفوا كيف بدهم يبعثوا؟ بتعلمهم رياضه كمان؟ رياضي؟ كل شيء كل شيء، خصوا بالمدرسه من الجردان للجامعه. بتعلمهم يركبوا خيل؟ خيل؟ ما فيش خيل في المدارس عندنا. انت لسه بتخاف من الخيل؟ حافظني. انت لسه بتخاف من الخيل يا ربي؟ مديلي شويه. ليه بقى؟ تقول انت ولا اقول انا؟ قول انت. قول انت. انا وصغير كان حاطين، صديقي كان عنده خيل فحاطط الحصان كده والاسطبل ضيق، فانا استخسرت الوقت الف من جنبه كده، فقلت انزل من تحت يعني اكسب وقت. نزلت من تحت فلبطني، ومن وقتها اتعقدت وصرت محبه كتير. بس كسرت الخوف ده في كذا مره ركبت خيل يعني. بس ما لسه ما كانت هي الأستاذة التجربة الإنسانية بتاعتها إنها تفقد ابنها، ف بتعمل دار أيتام. أنت تحب تقول لها إيه؟ أنا بحب إلا بحس فيك كتير،
وبعرف قديش اتعذبتي، بعرف قديش انتقدتي، بعرف قديش اتحاربتي، لانه حصل معانا ده نفس الحاجه. بل انت تجربتك اصعب مننا كلنا، لان كان عندك التزام حاد والتزام مبرمج والتزام جدي بانه يكون عندك هالدار، تاخدي مسؤوليه الاطفال على عاتقك الشخصي. نحن بعدنا منعلم الاطفال في المدارس، بينما انت حطيتي اطفال في بيتك عندك، فانا بحس فيك كتير. ويا رب كل مره نكون نحن موجودين بمصر نكون جنبك، واي شيء بدك اياه ان كان من لبنان ولا ان كان من مصر نحن جنبك هون موجودين. ان شاء الله نقدر هيك نسعدكم ولو شوي بحضورنا المتواضع وبالهدايا المتواضعه اللي جبناها. بس جبنا لك هديه كبيره استاذ عمر معنا، فهي هديتنا الكبيره بصراحه. يعني تحبي تقولي استاذ رامي، يعني هو الحقيقه النهارده كان حريص مني. لا انا سعيده طبعا لحضرتك هنا، والولاد في منتهى السعاده طبعا حاسين ببساطه. يعني في حتى عندهم ماتش كوره بنخلص الماتش ونيجي جري. حبيبه قلبي الله يخليهم. شوفي هي الشيء المعنوي بيعطي طاقه ايجابيه، الذكرى بيحفظوها معهم كل حياتهم، هيدا شغله بتفرحنا كثير. وربنا يرحم ابنك عماد ويسكنه فسيح جنات. الله يرحم كل اللي انت عملتيه ده في ميزان حسناتك ان شاء الله. يا رب الله يرحم ويرحم تراب. احنا هننزل بقى تحت دلوقتي هنلتقي مع الاطفال كلهم بقى الموجودين. والاول مره على فكره في البرنامج عندنا في واحد من الناس ان اللي يدير الحوار الاطفال مش احنا. اه والله انا النهارده يعني يا عين هنسيب هم اللي يديروا الحوار، هم باينين من تحت هنا. ايوه ايوه مشاريعك اللي جايه بقى بتعمل ايه؟ بتجهز ايه؟ السنة هيدي عنا وعم بزيد بلبنان في شوية تعب، عم بزيد العدد تبع الأطفال كتير بصراحة. عم نحكي على صعيد جمعية عيش طفولة، بينما على صعيد الفني عنا شركة مزيكا ألبوم بياخد العقل الحلو كتير، والحمد لله عنا الأوبرا المصرية بهاليومين وعنا الأوبرا المصرية بإسكندرية كمان. الله. والله يعني اللي يعرف رامي يا جماعة من على القرب يعرف أدينه إنسان جميل، ودايما من رحم المحنة زي بنقول بتأتي المنحة. يمكن أنا قلتها قبل كده، لكن رامي عياش لما مر بتجربة في يوم من الأيام تجربة مرض، التجربة دي أثرت فيه فخلته هو كمان يدافع ويحاول إن هو يعالج الناس المرضى. تجربة المرض في حياتك كانت محرك ليك للعمل الخير؟ طبعا، وما كان عندنا الخلفية الطبية ولا المعرفة الطبية الكبيرة، خفنا فجأة موثقنا بالطب، افتكرنا انه الدنيا رح تخلص ورح نموت تاني يوم. وبتعرف بيكبروا الموضوع كتير قدامك بهيك خبرية، الى ان بتلاقي انه لا هو شعور الانسان ان عنده ورم في حد ذاته ممكن يكون بعد الشر كانسر طبيعي، شعور بيخليه يشعر انه خلاص بينتهي. طبعا انت خلاك ده اداك عزيمة اكتر وامل، ولا اداك حب الخير بالاول، ولا لما ربنا شفاك اداك عهد مع نفسك انك انت يعني تخلص في جزء من وقتك لصالح الأرض؟ والله بالأول لا، بالأول كان خوف وبس صراحة، يعني بنسيك كل حاجة الخوف. وبعدين بتصير الأطباء بيريحوك بيقولوا لك ده لا، الموضوع سهل، الموضوع حميد، الموضوع مش بهالكبر. من بعد الخزعة ارتحنا نفسيا أكتر، بس بهيدي الفترة أنت بتموت ميت موتي. الله يجعله خير على كل العالم، الله يشفي كل المرضى، والله يكتر أمثال هالإنسان الرائع اللي تعرفنا عليها، دار أيتام كامل حامل مسؤوليته على كتافه. بتمنى لها كل التوفيق وإن شاء الله دايما نكون موجودين حد يا رب. احنا هنقعد بقى دلوقتي نلتقي مع الأطفال كلهم مستعدين، دي بقى دي الجنينة بتاعتهم. واحد من الناس النهارده زي ما قلت في بدايه الحلقه انسان نبيل. الفنان لما بيكون فنان موهوب يبقى شيء جميل،
ويبقى فنان وممثل عظيم، ولما كمان يكون الفنان الموهوب الممثل الكبير انسان نبيل، فبيجمع الحسنين لانه بيكون قدوه. وضيفي النهارده قدوه الحقيقه، رامي عياش الصديق العزيز والنجم الكبير، معانا النهارده في دار ايتام، معانا مجموعه جميله جدا من ولادنا اللي منوريننا. بشكرك على جولتك النهارده وسعيد بوجودك معايا، وبهنيك على كل الخير اللي بتعمله، وبهنيك على كل النجاحات وعلى الجوائز اللي بتحصدها، لكن بهنيك اكتر على عمل الخير، لان انت فعلا سفير للخير، نورتنا وشرفتنا بوجودك. انا اللي بشكرك، بشكر افكارك النيره الحلوه، بشكر دعمك لالي الدائم، بشكر صداقتك. ونحن ببرامجك تعلمنا كتير استاذ عمرو، مش عبالغك ومش عبجاملك ولا عبالي، تعلمنا كتير، تعلمنا قديش انت بتحب تضوي على الخير، انت قديش وطني، قديش مصري حقيقي، قديش عربي حقيقي. فنحن بنشكرك، بنشكر تعليمك لنا ببرامجك، وبشكر اليوم حضورك واهتمامك بهالزيارة بالذات يلي انت حضرتك ضويت لي عليها وقلت لي عن هالدار الحلو انه لازم نزوره. وفعلا انا فرحت من قلبي انه شفت هالولاد الحلوين وهالصبايا وهالشباب اللي بجننوا، وتعرفت على صاحبة الدار يلي هي انسانة قديرة بكل معنى الكلمة. بشكرك. كتير ما يعرفوش ان رامي يا جماعه جاي 24 ساعه، خدنا نصهم النهارده في هذه الزياره حبيبي، عشان تعرفوا ان هو بيقسم وقته بين الخير وبين العمل. بتشرف يا حبيب قلبي. النهارده بقى الحلقه شكلها مختلف، اولا انتوا بقى اللي هتسالوا انكل رامي وهيرد عليكم، عايزين تغنوا هيغني معاكم وانا معاكم، فمين يحب يبدا يسال الاول؟ منى. يلا يا منى اتفضلي. فاطمه، هو حضرتك عمرك غنيت اغنيه للاطفال؟ انا فاطمه ولا منى اسمك؟ فاطمه. انا بعتبر انه كل الاغاني اللي بغنيها لازم الاطفال كمان يحبوها، كل الاغاني اللي انا بغنيها لازم الاطفال يحفظوها والكبار يحفظوها، فانا بعتبر نفسي بغني للاطفال برضه. طب ممكن اسمع من حضرتك اغنيه للاطفال؟ اغنيه للاطفال. انا عملت بفيلم، عملته اسمه الحب حكايه، لازم تشوفوه الفيلم ده جميل. غنيت اغنيه لبنتي في الفيلم، اوكي اغنيها لك. بتقول هالعيد احلى عيد، يا فرحة عمري كله، صارت حياتي عيد لما عينيك طلوا، لما عينيك طلوا. شكرا شكرا شكرا. مين هيسأل تاني؟ أنا. اسمك ايه؟ منى. يلا يا منى، ايه اكتر بلد بتحبها؟ انا بحب بلدي جدا لبنان، بحب وطني، بعيش فيه اجمل حياة، بحلو بمره. لبنان زي ما لازم تعرفوا انه لبنان هو مش دايما بلد كامل، مش دايما بلد مرتاح، مش دايما بلد حزين، هو بيطلع ups and downs كل الوقت، بس انا فخور فيه جدا، فخور بوطني جدا، والوطن العربي كله اللي محتضني، مصر، السعودية، الإمارات، الأردن، سوريا، كل البلاد العربية أنا بحبها، والوطن العربي. ليه؟ عشان بحس نفسي بين أهلي وعيلتي وإخواتي، باجي هنا بحس نفسي مع أخي الكبير اللي بيهتم فيي، بحس نفسي معاكم أنه أنا مع إخواتي وولادي، فأنا بحب البلد العربي أكثر من البلد الأجنبي بصراحة وعلنا يعني. أوكي؟ عمو، هو ده أخوك الكبير؟ زي أخويا الكبير بالظبط، اسمه عمرو الليسي، من أهم الإعلاميين والمذيعين والناس الخيرين في مصر، فلازم لازم تتابعوه جدا. انت اللي ابو الخير. قول لي اولا، عايز سكاكير السكر دي كانت من اغاني الحلوه قوي، شايف تجربتك فيها ازاي؟ انا بحب فيفي عبده كتير، فلما سكاكر السكر سمعتها تناقشت انا وشركه مزيكا اللي هي شركه انتاجي، قلت لهم انا حابب الست فيفي عبده تكون موجوده، فتواصلنا معها ورحبت كثير، وكانت بحبها محبه اهلي يعني، كمان اهلي كانوا يحبوها كثير. ايه الحاجه اللي بتحلي دنيتك؟ الاطفال. والله. مين المطربه اللي انت مستني تعمل معاها ديو؟ شوف انا استاذ عمرو بقول دايما الاغنيه هي اللي بتدينا الاحساس بمين يشاركك الاغنيه، مش بالشخص. في ناس كتير منحبهم بس احتمال الأغنية ما بتلاقش نعمل نحن وهم ديو. ده اللي حصل مع أستاذ أحمد عدوية لما عملت الناس الرايقة، الأغنية حسستني أنه أنا لازم أكلم أستاذ أحمد علشان الديو، وده اللي حصل. حافظينها؟ دي نغنيها لما عنك الرمي؟ يلا بينا نغني الأول يلا. وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول،
عيب ما العالم اللي متضايقه انا لا مش مدوب. برافو. لسه وماليش في الدمع ايديا ولا في الناس الشيانة، كل اللي في قلبه حاجة اول باول يقول. برافو برافو برافو. اسأل اتفضل. هو حضرتك اسمك ايه؟ مصطفى. عراسي يا مصطفى اتفضل. اكتر اغنية حضرتك غنتها وحبيتها؟ كتير والله يا مصطفى، بس الناس الرايقة عندها في قلبي حب كبير. الناس الرايقة، وفي أغنية اسمها مبروك أنا عايزوكوا كمان تسمعوها وتحفظوها. الأغنية دي بتاعت كل أفراح الدنيا، أعياد الميلاد والخطوبات والأعراس والفرح والتخرج، وإن شاء الله لما بتتخرجوا لازم تحطوا الأغنية دي لأنه بقت دي أغنية الأفراح في الوطن العربي. نسمعها بقى من أنكر، إيه رأيكوا؟ بس هو اللي يغنيها بقى، يلا يلا احفظوها. بتقول مبروك مبروك يا حياة قلبي، مبروك 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 يا حياة قلبي مبروك، هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، شو حلوي دنيتنا. مبروك مبروك. حلوة؟ شو يا ماهر حبيتها؟ اوكي. بتسمعيها في التيفي؟ اوكي انا اللي بغنيها بقى. تفضل يا خالد. هو حضرتك لو ما كنتش مطرب كنت حضرتك تحب تكون ايه؟ ايوه تخيل سؤال لطيف. بعلم موسيقى، بحب اكون استاذ موسيقى بصراحه، لانه ده الاحساس بتاعي، يعني ده المكان بتاعي. ايه بتغششوا في ايه يا ماهر؟ قول. اوكي انت لسه بتحب رياضه التنس والبوكسينج ولا خلاص؟ لا بمارسهم دائما. لسه بتخاف من المستشفيات وريحتها ولا خلاص؟ ما يعني حكايتك معايا ايه النهارده؟ فظيع فظيع. مش بخاف استاذ عمر، بس ما بحبش، يعني بحس في ريحه مرض وتعب. بتحب لسه الصيد البري ولا خلاص؟ كل يوم تقريبا، يوم ايه يوم لا، وقت اللي بنقدر. بتحب لسه سواقة الموتوسيكلات ولا خلاص؟ لسه طبعا. لسه طبعا. اخر مره كده موتوسيكل كان امتى؟ 4 ايام كده. اخبار النوم معاك ايه؟ كارثي. نام كويس ولا لسه برضه؟ كارثي والله يا صديقي، انا لسه بشتكي انه الليله ما نمتش ابدا. لسه غاوي تعمل ديكور وترسم ديزاينز وحاجات زي كده؟ طبعا طبعا دائما. طب ايه الرياضه بقى اللي تحب تنصحهم انهم يمارسوها كل يوم بما انك رياضي؟ مين اللي قال كاراتيه؟ ايوه انت شو بتحب؟ بحب مهندس ديكور. مهندس ديكور، بس ايه الرياضات اللي بتعملوها هنا؟ تلعبوا فوتبول؟ سلة فينها؟ كشافة. اوكي وكشافة. انت بتحب الكشافة. انت اسمك ادهم صح؟ برافو. اوكي وغير كده فوتبول؟ انا كنت قدم بس مركزي جول كيبر. جول كيبر. فين الجول هنا؟ لسه مامتنا. طب بص هنعمل انا وانت بعد شويه هنحط علامتين كده وهشوط عليك كم، هشوف لو هتشيلهم ولا لا. اوكي طيب. لسه بتحب مشروب المتة؟ كل يوم استاذي. ايه بقى مشروب المتة ده؟ قول لنا بقى عشان ايه نعرف. لا مستحيل ما تكونش بتعرف المتة يا استاذ. المتة هو وعند اهل الجبل، انا عارف، انا مره شربته في بيروت. هو سحر الهربس الاعشاب، يعني هو افضل من الشاي وافضل من القهوه وافضل من اليانسون والزهورات، افضل من كل حاجه. المته دي اجمد حاجه ممكن حد يشربها عشان يخس، عشان ينظم دقات القلب، عشان ينظم الدم، كل شيء. المته رائعه، فيها كافيين شويه. يستحسن تتاخد الصبح وانت مر علي على العياده. طب انت بما انك كنت تلميذ شاطر ونجيب يعني وملتزم في المدرسه زي ما قلنا، ومعانا تلامذه كتير كلهم في المدرسه، ايه النصيحه الغاليه اللي التلميذ المجتهد يعني ينصحها للتلاميذ الجمال دولت؟ انا طبعا المقدمه ما عجبتنيش، بس لا فيها تلقيح شويه. هقول لك اصل انكر رامي يا جماعه كان شاي وهو صغير بصراحه. انتوا عارفين؟ ممكن اقول؟ قولي. اللي هو لما كان اللي هو كان طالع رحله المدرسه طلع سمعتك دي السمعه اللي حضرتك. طلع رحله المدرسه والمشرفين ما كانش عايزين يطلعوا لي،
كان شقي واستخبى تحت الكرسي يا عيني. ويا صحابك قال لا احنا عايزين نطلع احنا عايزين نطلع. برافو عليك يا حبيبي. تيجوا نلعب لعبة انه ننسى اي حاجة تكلمنا عنها بالموضوع ده بعد الحلقة. اوكي. اوكي. النصيحة هي هقول لك يا استاذ عمرو واكيد الجيل رح يستوعبني. كل واحد يقول في نفسه انا عايز ايه عن بجد. يعني انا عايز اكون ايه بجد ويرسم خط ويشتغل عليه. يشتغل عليه. يعني مثلا لو انت عايز تكون مهندس ديكور اشتغل على انك تكون مهندس ديكور، حبها، امن فيها، طور نفسك عشان توصل. ولو عايز اطلع ممثل بقى. لو عايز تطلع ممثل التمثيل هو 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 حاجة اكاديمية للتمثيل بس ملهاش علاقة في التاريخ والجغرافيا والفيزيكس والبيولوجي واللانجوجز. دول انت بتكتسبهم وبتعمل تمثيل. التمثيل مش هو اللي لازم يكون واخد كل حياتك، لازم تتعلم. انا بحب الاغاني كتير والممثلات. برافو. مين بتحبي ممثلات في مصر؟ عمرو دياب. عمرو دياب من الممثلات اللي بتحبيهم في مصر؟ يعني طيب المطربين. المطربين. الممثلات بقى؟ شيرين. طيب مين المطربين اللي بتحبيهم؟ دنيا سمير غير. اوكي. يعني العكس. بس برافو برافو. قولي. برافو. انا بحبهم برضه. انت لسه بتحب قعدة البيت؟ ليه؟ يعني كتير ما يعرفوش ان رامي عياش بيتوتي. جدا جدا. ليه؟ ماليش حتى في الساعة، انا بنام بدري يعني 11 ونص بكون نمت، 7 ونص بكون واعي. لسه برضه ما بتحبش الشوبينج؟ الشوبينج بيجي عندي بس انا ما بحب الشوبينج، بس بروح يعني مجاملة مع دليدة لما بتكون عايزاني في الشوبينج. يعني انا مرة انت قلت لي انا ما بحبش اقيس. ابدا. امال بتشتري ازاي؟ ابدا. بجيب المقاسات كلها، اذا سمنت تخنت يعني بيغيروا لي، اذا ضعفت بيغيروا لي، بس انه انا روح اقعد ابرم واقيس ما بحبه. علاقتك بالانترنت قوية ولا ضعيفة؟ ان بتوين. ما بحبهاش بس ان بتوين. انا لسه بحب الورق. لسه بتحب الورق؟ جدا. بحب اقرا في كتاب الورق. الممثل في عند رامي عياش شايفه ازاي؟ اعمالك حلوه، باباراتسي ومسلسل امير الليل، شايف نفسك ممثل ازاي؟ الحمد لله من بعد اخر مسلسل عملته العين بالعين اخذ نجاح كتير كبير وانا فخور بهذه التجربه. انا بحترم التمثيل استاذ عمرو، يعني انا لما بدي امثل بلتزم، مش بمثل كرامي عياش ابدا، مثل كممثل واخد الدور كويس. في خدوة قدامك بتحب شايفها قدامك كممثل ناجح؟ لا، كل دور وليه ولي دراسته. يعني وانت صغير كنت بتمثل على بابا وماما؟ طبعا اكيد. في ايه بقى؟ ايه المواقف؟ في كتير حاجات. ودي وده تعلمناه التمثيل من احنا صغيرين. يعني ايه؟ فكرني كده. يعني مثلا انت راسب في المدرسة، لا انا ناجح وبالابتهاج ده، ويعني ما بيحسوك انك راسب. انا ما رسبتش يعني، انا بس بتكلم بشكل عام يعني ما بكدبش على الاستاذ. الطفل من هو وصغير بيقدر يمثل صح على اهله. شفتوه لما عمل ضابط شرطه؟ لا احنا لازم. لا الدور كان حلو قوي. لازم. جميل. تفتكر انت كان ممكن تكون ضابط شرطه؟ جدا طبعا جدا. شوف في لبنان اي حد ممكن يكون ضابط شرطه وعسكري عشان عندنا الباك جراوند ده كله. يعني حققت قد ايه من نفسك في النهارده؟ ولا حاجه. يعني كام من 20 مثلا؟ ولا حاجه. يا لا والله، رغم كل النجاح ده. بس والجوائز. انا ايه، لا بعتبر انه النجاح هو الاستمرارية استاذ، مش لوين وصلت. في كتير ناس وصلوا كتير وبس ما استمروش. نجاحي استمراريتي وقراري بامتى اكتفي، هو ده الاصول، هو ده الجدعنة. يعني كم من 20؟ كم من 20 ايه؟ تدي نفسك كم من 20 في التحقق؟ 2. ده تواضع؟ لا ده حقيقة. لو انا قلت 20 يبقى روح اقعد بالبيت، لانه خلاص وصلت اللي انا عايزه، فما فيش حاجة جديدة اقدمها. بتخاف من ايه؟ يعني انت مريت بكل حاجة، مريت بلحظات صعبة في حياتك، فقدان الاب، خاف من الوقت والمرض. الوقت 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 الوقت، انك تغيب اسبوع تلاقي ابنك كبر، او تغيب اسبوع تلاقي مدينة تغيرت، او تغيب بخاف يعني بحس الدنيا سابقتني كتير.
عايزاه. اتفضل مين هيسال؟ اخد اخر سؤالين. ماهر اتفضل. اخر سؤالين يلا. حضرتك وحضرتك صغير قد كانت هوايتك ايه؟ قديش عمرك ماهر هلا؟ عمرك قد ايه؟ انا 12 سنه. 12 سنه. تصدق يا ماهر انه انا بعدك بسنتين قدمت على برامج للمواهب وطلعت الاول واتشهرت من عمري 14 سنه؟ تصور. فانا ما عشتش طفولتي كويسه، كنت مشغول في السفر والحفلات والشهرة تقريبا في عمرك يعني. انت كنت فرحان بقى؟ كنت فرحان اه، بس زعلت بعدين عشان ما عشتش طفولتي كويس. فانا عايز منكم تعيشوا الطفولة كلها من اولها لاخرها. ليه بقى؟ عشان تكتسبها لما تكبر، انه تقول انا عشت طفولتي بشكل كويس وبشكل صحي. لا حضرتك ليه ما كنتش عايش طفولتك وانت؟ علشان بعمر ال 14 سنة اشتهرت، فصرت اغني كتير واسافر كتير، فما عشتش طفولتي يعني. طب انا طب ما كده حلو. طب ما دي حاجه قال لي طب ما كده حلو حلو، بس بعدين بتقول يا ريت عشت طفولتي بعدين اتشهرت. لو رجع بيك شريط العمر لورا كده فلاش باك وقلت لعيونك بدي اغني، هتفتكر ايه؟ لعيونك بدي اغني كانت في استوديو الفن وفي بداياتي استاذي، وليها ذكريات جميله اللي بيقول عنها ماهر دلوقتي انه انت ما عشتش طفولتك. ليه؟ لانه فعلا ابتدينا اغاني، ابتدينا تلحين واستوديوهات وسفر، وده بيشيلك من انك تعيش مع صحابك اللي بعمرك. انت ما عشتش هذه الطفوله؟ لا ما عشتها، بعيشها دلوقتي الحمد لله. يعني اول قصه حب في حياتك كان عندك كم سنه؟ اول قصه حب حقيقيه بحياتي هي مرتي دليدا. هوليك ما بتعتبرهم قصة إعجاب وقصة محاولات، ما بتعرفش إذا مظبوطة ولا لا. لا يعني ولا في مثلا بنت الجيران؟ طبعا بالمدرسة بعدني ذاكر اسمها حتى. زميلتك في الفصل؟ بعدني ذاكر هول الأشياء الصغيرة الحلوة، الرسائل والأخبار بتتذكرهم هول الحلوين. الحاجة اللي أنت ما تحبش تفتكرها في رحلة حياتك؟ وفاة خالي. كنت باني عليه أمال كبيرة أنه يكون مدير أعمالي ويعلمني الفن ويقف جنبي، فتوفى. توفى بعمر كان عمري 14 سنة أول ما ابتديت الغنى. ضايقتني كتير. الله يرحمه. تعيش. هنغني إيه بقى الأنكر رامي؟ حلوين. يلا نغنوا بقى. حلوين حلوين تارارام مع بعض، حلوين فارارام قمرين عاشقين فارارام لايقين رايقين فارارام وبشوق وحنين طايرين دايبين. برافو. سلام يا سلام سلام، زي ما انا حلمت بالتمام، كنت غايب فين فين فين. احلى يوم العاشقينكم واحناكم، انت جيت لي منين منين. برافو 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 برافو. انت اسعدتنا النهارده، وانا بشكرك على السعاده اللي انت اديتها لهم. الله يخلي لي اياك. وشوف كلهم قاعدين مبسوطين ازاي، وانا مبسوط مش عايزينك تمشي. وانا مبسوط. وانا مقدر وقتك النهارده شكله ايه. قبل ما تمشي عايز اسالك سؤال واحد. اتفضل. في كلمتين، مين هو رامي عياش؟ شخص عادي اقل الناس. انت واحد من الناس وانا اقل الناس. انت واحد من اجمل الناس اللي انا بعتز بصداقتهم على المستوى الشخصي، وبعتز بفنهم على المستوى الفني، وبعتز بصدقهم مع نفسهم ومع اللي حواليهم. الله يخليك. انت نموذج رائع للسفراء الانسانيه. بشكرك على كل الخير اللي بتعمله. الله يحمي ليك. انت جيت النهارده في دار ايتام واديت وقت وجبت هدايا جميله بنشكرك عليها، لكن الاهم اكدت لنا ان الفنان رسالته مش بس ان يكون فنان، لكن هو في الاول انسان. الله يخلي لي. الله يخلي لي. شكرا. بشكر جدا الفنان الكبير رامي عياش، نورنا النهارده في واحد من الناس. هو واحد من الناس الجمال اللي بنعتبرهم سفراءنا في الخير، وبنتعلم منه يعني ايه ان الانسان طول ما هو انسان وفنان يقدر يدي ويدي ويدي. شكرا ليك، نورتنا في واحد من الناس. انت واحد من الناس اللي احنا بنحبهم وبنحترمهم، وشكرا ليكم ان كنتوا معانا النهارده.